المصحف التلفزيوني. سور القرآن. سورة القلم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون سورة القلم. ترتيبها بالمصحف الشريف. هي السورة 68 ترتيبا. سبب تسميتها. سميت القلم لافتتاحها بالقسم به. تاريخ ومكان نزولها. مكية، نزلت بمكة المكرمة. ترتيب نزولها. هي الثانية نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم. عدد الآيات والكلمات والأحرف. عدد الآيات 52. عدد الكلمات 301. عدد الحروف 1258. المحكم والمنسوخ من آياتها. المحكمة 50، المنسوخة 2. مواضيعها. تبدأ السورة بإعجاز قرآني نون، ثم تقسم قسما عظيما بالقلم وما يسطرون لتنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم مزاعم المشركين. تصف المشركين وقبح أفعالهم. تورد السورة قصة صاحب البستان الذي كان يتصدق على المحتاجين، وكيف أن أبناءه منعوا الصدقات بعد وفاته، وكيف كان الله لهم بالمرصاد إلى أن أعلنوا التوبة لربهم. تتابع السورة تحذيرها للمشركين، ثم الحديث عن عزة الله وجلاله. تختتم الآيات بحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر والثبات، مذكرة بقصة صاحب الحوت. المصحف التلفزيوني. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. قصة سليمان وداود. كان نبي الله يقضي بين بني إسرائيل، وكان ابنه سليمان يجلس معه في مجلس القضاء ليتعلم منه. دخل عليهما رجلان، أحدهما صاحب حقل قمح والآخر صاحب أغنام. أخبره صاحب الزرع أن غنم الآخر دخلت حقله ليلاً وأفسدت له الحرث، وأقر صاحب الماشية بذلك، وقال أنه لم يشعر بخروج الغنم من الحظيرة ليلاً. فأمر نبي الله بتقدير الحرث الذي أفسدته الغنم، وحكم بقيمته لصاحب الزرع. فأخبره صاحب الغنم بأنه لا يملك مالاً، فأمر نبي الله داود أن يؤخذ الغنم مقابل الحرث. وخرج الرجلان من مجلس الحكم. قال سليمان لأبيه: ها
هل لك يا أبتي بحكم أرفق بهما؟ فقال ما هو؟ قال نأمر صاحب الغنم بتعهد الحقل سنة حتى يعود الزرع كما كان، ونعطي نتاج الغنم وثمراته لصاحب الحرث في هذه السنة، ثم وردوا لكل ماله. فأعجب داود بهذا الحكم وعرضه على الرجلين فرضيا به. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. وأنزل الله هذه الآيات مدحا لفهم سليمان وثناء على حكمة أبيه داود وتعليما لنا. المصحف التلفزيوني. سورة الإنسان. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. الكافور. يتميز الكافور في المقام الأول بفاعليته كمادة مطهرة، ولذلك فإن زيته ظل يستخدم خلال القرن الثامن عشر كعلاج أساسي لنزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية والسعال الديكي والحميات عموماً. يعتمد الطب الحديث على الكافور، حيث صرحت السلطات الألمانية الصحية باستخدام الكافور النقي لعلاج السعال والتهاب الشعب الهوائية والربو، كما يمكن دهن الصدر بمرهم يحتوي على الكافور. يستخدم كمرهم أو مستحلب للتخفيف من آلام الروماتيزم، كما يستخدم عند هبوط ضغط الدم عن طريق الفم أو الاستنشاق، ويفيد كذلك في علاج آلام الظهر خاصة الفقرات القطنية، حيث يتم دهن المناطق المصابة بمرهم يحتوي على الكافور. كما يعتبر الكافور مضاداً لعدم توازن الجملة العصبية للقلب، فيستخدم في عدم انتظام وتناسق دقات القلب. المصحف التلفزيوني. إنا أنزلناه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة
في الطريق لمقاتلة بني سليم مر نفر من جيش المسلمين برجل يسوق غنمه. أقبل الرجل إليهم وقال: السلام عليكم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقالوا: ما سلم علينا إلا تقية. فقتلوه واستاقوا غنمه طالبين متاع الحياة الدنيا. غضب عليه الصلاة والسلام من فعلتهم وقال لأمير الجيش: كيف أنت ولا إله إلا الله؟ قال الأمير: إنما قالها متعوذا يتعوذ بها. قال عليه الصلاة والسلام: هلا شققت عن قلبه فنظرت؟ المصحف التلفزيوني. بطاقة الآية 27 من سورة البقرة. موقعها الجزء الأول، الحزب الأول، الربع الثاني. موضوعها صفات المنافقين. عدد كلماتها 22 كلمة. زمن نزولها نزلت في المدينة المنورة بعد الهجرة. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. المصحف التلفزيوني. حدثنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. بيع الذهب والفضة. بيع الذهب والفضة. حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا إسماعيل بن علية قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال قال أبو بكرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، ولا الفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيفما شئتم. المصحف التلفزيوني.
أفلا يتدبرون؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. اختلاف المعنى لاختلاف الإعراب. للجار والمجرور لما في قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. غير وجه إعرابي. الوجه الأول الجار والمجرور لما معلقان بخبر محذوف للمبتدأ تحرير رقبة، وفي الآية تقديم وتأخير، والمعنى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون إليهن فتحرير رقبة لما قالوا. وعلى هذا الرأي تلزم الكفارة بالقول الأول لا بإعادة القول ثانية. والوجه الثاني الجار والمجرور لما معلقان بالفعل يعودون، ولا يوجد في الآية تقديم وتأخير، فإن كان الفعل يعودون لما قالوا بمعنى يرجعون عما قالوا، فالمعنى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يتداركون ما قالوا برجوعهم عنه فتحرير رقبة لكفارة التحريم. وإن كان الفعل يعودون لما قالوا بمعنى يعودون إلى ما قالوا، فالمعنى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يقولونه ثانيا فتحرير رقبة. وعلى هذا الرأي لا تلزم الكفارة بالقول الأول بل بإعادة القول ثانية. المصحف التلفزيوني. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. نبي الله هود عليه السلام. هو هود بن عبد الله بن رباح بن الجلود بن عاد بن عوص بن إرم، يرجع نسبه إلى سام بن نوح عليه السلام. أرسله الله إلى قبيلة جده عاد التي كانت تسكن الأحقاف في جنوب الجزيرة العربية، وذلك بعد أن انتشر فيهم الشرك والظلم والفساد. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وكان جوابهم قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظن من الكاذبين. فرد عليهم نبي الله هود
قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. فذكرهم بالله تعالى ودعاهم إلى توحيده ونهاهم عن المعاصي والجهالات التي سادت فيهم، فأنكروا رسالته واتهموه بالضلال وآذوه واضطهدوا الذين آمنوا به، فحذرهم من عقاب الله لهم، إلا أنهم استكبروا وتحدوه إن كان يستطيع أحد أن يهلكهم، فغضب الله عليهم وأهلكهم بريح باردة بقيت تعصف بهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فأبادتهم ولم تبق منهم باقيا، وأنجى الله منها هودا والذين آمنوا معه بقدرته جل وعلا. المصحف التلفزيوني. محمد رسول الله. إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. بمدح المصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب، نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه، فقيل له الحبيب، مدائحه تزيد القلب شوقا إليه كأنها حل وطيب، وتستهدي القلوب النور منه كما استهدى من البحر القليب. بمدح المصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب، نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه، فقيل له الحبيب، مدائحه تزيد القلب شوقا إليه كأنها حلي وطيب، وتستهدي القلوب النور منه كما استهدى من البحر القليب. وإن محمدا لرسول حق حسيب في نبوته نسيب، لجود المصطفى مدت يدانا وما مدت له أيد تخيبُ.